يدركها فيأتي به بقيل ركعة واحدة. هو بقيل ركعة واحدة. ابن حجر لا يقول بقيل كام أربع ركعات. فهمت؟ واضح؟ طبعا هذه المسألة أول مرة تأتي أكثركم فلذلك قد تكون جديدة. أفضل طريقة لكي كذلك تحفظ وتفهم الدروس تحاول أنك تشرحها لغيرك. يعني هذه المسألة حاول أنت وصاحبك تتناقشون فيها. أنت حاول تشرحها هو يحاول يشرحها وخلاص. يقولون حفظ سطرين خير من قراءة وقرين. يعني تقرأ كتب كثيرة وبدون تركيز، لا تركيز وتحفظ سطرين فوائد أحسن. يعني يقولون ومذاكرة اثنين خير من هذين، خير من حفظ سطر وخير من قراءة وقرين. يعني يوم أفضل أنا أقرأ المسائل التي في مثلا باب صلاة الجمعة لوحدي، أو فقط أتناقش مع صاحبي ونجلس نتكلم مع بعض وكيف هذا وكيف هذا، وهو يشرح لي وأنا أشرح له وهو يسأل وأنا أسأل. هذه المذاكرة أفضل من قراءة وقرين. ما معنى وقرين؟ يعني كتب كثيرة محملة فوق دابة. تمام؟ فلذلك عليكم أن تتدارسونها. هذا بالنسبة للاستخلاف لصلاة الجمعة وفي خطبة سهل. استخلاف الخطبة لا بد أن يسمع الأركان. الاستخلاف بين الخطبة والصلاة لا بد أن يسمع الأركان. الاستخلاف في الصلاة هنا في تفصيل. مرة يأتي قبل أن يقتدي بالإمام مع يسر، مرة يأتي وهو في أثناء الاقتداء بالإمام. فننظر إن أدرك قبل الركوع فإنه يمتنع، إن كان بعد الركوع ركع فإنه يصح، إن كان بعد سجدتين في آخر التشهد في خلاف. أيوة انظروا. الاستخلاف في غير الجمعة، ما معنى غير الجمعة؟ غير صلاة الجمعة، ما هي؟ الصلوات الأخرى. نافلة، فرض، أي شيء. تمام؟ الظهر، العصر، المغرب، العشاء، الفجر، قد الإمام يخرج. هل يستخلف؟ نعم. أن يستخلف بعد حدث الإمام، وتارة أن يستخلف قبل حدثه. أن يستخلف بعد حدث الإمام في تفصيل، إن لم يخالف الخليفة الإمام في ترتيب صلاته، كيف؟ انظر. قرأت عن الركعة الأولى أو الثالثة في الرباعي، فيجوز سؤال جدد المأمون الاثنين قبل أن انظر الإمام والمأمون. لم يخالف تمام؟ الإمام والمأمون. هذا في الركعة الأولى، هذا في الركعة الأولى. تمام؟ واضح؟ واضح؟ لا هنا يعني شوف لا بد أن نعرف. شوف كذا. أن يقتدي الخليفة بالإمام قبل حدثه. تمام؟ هنا أن يقتدي، هذا يمسح، خل أن يقتدي. أن يقتدي مو أن يستخلف، أن يقتدي. أن يقتدي. تمام؟ بعضهم يقول أن يستخلف. انظروا ها. متى سيكون الترتيب هو نفسه؟ ركعتين ركعتين، وهذا ركعتين ركعتين. شوف الركعتين الأولين لو كانت هنا ستكون هذه خلف هذه. هذه ركعتين قد تكون هنا فتكون هذه إلى نفس الترتيب. إذا متى لا يختلف الترتيب؟ إذا كان هو أدركه في الركعة الأولى أو الركعة الثالثة. يعني أنا سيبقى لي ركعتين لكي أتشهد. ليس كذلك؟ سيبقى لي ركعتين لكي أتشهد. أنا الإمام أحدث، أنا جئت مباشرة، جئت وين؟ مباشرة. الإمام الآن في الركعة الثالثة وأنا في الركعتين، سأعمل ركعتين. المأمومين سيكون انتهوا من إيه؟ أربع ركعات خلاص. تمام؟ أنا بعدين أكمل وهم يسلموا. لكن انظر، لنفرض انني انا ادركت الامام في الركعه، الامام كان في الركعه الثانيه، انظر في الركعه الثانيه،
الإمام أحدث، أنا جئت الآن، أنا سأعمل ركعة، المأمومين يظنون أنني أنا سأتشهد، واضح؟ أنا الآن هذه الركعة الأولى بالنسبة لي، هل في تشهد بعد الركعة الأولى؟ لكن المأمومين بالنسبة لهم ما هي؟ الركعة الثانية. طب هل أتشهد؟ لو تشهدت مشكلة، أنت سيكون بالنسبة لك صلاتك باطلة، تشهدك أنت، أنت إمام، تشهدك لا يكون إلا بعد ركعة عليه ثانية، أنت الآن في الركعة الأولى، فهم؟ فإذا واضح؟ انظر، إن لم يخالف الخليفة الإمام في ترتيب صلاته كالركعة الأولى أو الثالثة في هذا فيجوز، سواء جدد المأمومين نية القدوة أم لا، يصح المأمومين يصح، لا يشترط تجديد نية القدوة، أن أنا كان إمامي زيد والآن صار إمامي عمرو، لا. وإن خالف الإمام الخليفة الإمام في ترتيب صلاته الثانية أو الرابعة أو ثالثة المغرب فيجوز، إن جدد المأمومية القدوة وإلا فلا يجوز. انظر كما قلت لك، أنا جئت وجدت الإمام فرق عليه الأولى بلا إشكال، وجدت الإمام أنا فرق عليه ثاني، الإمام خرج أنا جئت، بالنسبة لي أنا أي ركعة؟ الأولى، وبالنسبة للمأمومين واضح، أنا الآن خليفة، أنا جئت من الخارج، الإمام خرج وأنا جئت مباشرة، أنا خليفة للإمام، ما معنى خليفة؟ أنا إمام جديد، وهؤلاء عملوا ركعة والآن هم في الركعة ليه؟ ثاني. أنا بالنسبة لي ركعة، يلا أكبر، عملت ركعة وهم خلفي، أقول الآن أنا سأقوم، أليس كذلك؟ هم سيظنون أني أنا إيه؟ أتشهد، أنا سأقوم، الله أكبر، هم سيقومون، واضح؟ الآن أنا سأعمل الركعة ليه؟ الثانية، هم الآن ماذا سيعملون؟ سيجلسون، هم بالنسبة لهم الركعة ليه؟ وأنا بالنسبة لي الركعة ليه؟ أيوة، إذا اختلفت صلاتهم، المفروض أنهم يتشهدون بعد ركعتين، الآن هم تشهدوا بعد كم ركعة؟ فإذا قالوا إذا هؤلاء تصح صلاتهم، أهم شيء أنهم يجددون نية القدوة، لأني أنا إذا جددت نية القدوة أن هذا إمامي خلاص، حتى لو الإمام ترك التشهد يجوز، أنا أصلي خلف إمام ترك التشهد الأول، هل يجوز؟ نعم يجوز، لأن هذا إمامي أنا أقتدي به، لذلك يجب على المأمومين أن يجددوا نية القدوة، فيجوز إن جدد المأمومون نية القدوة مع هذا الخليفة، لأن الخليفة سيترك التشهد الأول بالنسبة لهم، وسيتشهد بعد كم ركعة لهم؟ ثلاث ركعات، فهمتم؟ أيوة، وإلا فلا يجوز، وإلا فلا يجوز لهم، إذا لم يجددوا نية القدوة ما يجوز لهم أن يجعلوا خليفة، وكل واحد يبني المفارقة. أن يقتدي الخليفة بالإمام قبل حدثه، هذا كله إذا كان قبل أن بعد الحدث، وأما إذا كان بعد ليه؟ وأما إذا كان قبل الحدث، صليت خلف الإمام، الله صليت خلف الإمام، صليت مع ركعة ركعتين قليلا كثيرا، هو انتقل وهو خرج، هل يجوز أن يكون خليفة؟ فهم؟ وأنا كنت مقتدي قبل أن يحدث، قبل أن يحدث، انظروا أن يقتدي الخليفة بالإمام قبل حدثه، هل يجوز؟ نعم يجوز مطلقا، لأنه هذا كان، لأنك أنت يا خليفة كنت قبل الإمام، مع الإمام قبل حدثه. يجوز مطلقا، سواء كان هذا مسبوق وهو مسبوق، سواء كان من اول الصلاه من اخر الصلاه، اهم شيء انه اقتدى بالامام قبل ان يقتدي. انظر، وانما يجوز الاختلاف اذا لم ينفرد المأموم بركن ولو قوليا، والا امتنع الجمعه وفي غيرها بغير نيه اقتداء. متى نقول الاستخلاف؟ لنفرض انه هي انظروا، لنفرض ان الامام خرج من الجمعه او من الصلاه، انفردوا كل واحد، خلاص كل واحد عمل ركنا لوحده، خلاص ما في استخلاف، يصلون بقية الصلاة منفردين، كل واحد ينوي انفردوا، ما في استخلاف إذا لم ينفرد المأموم بركن ولو حتى قولي، ولو حتى إيه؟ انظروها كيف قولي، انظروها، الله أكبر، عندما قام الإمام تقرروا خلاص،
الممارسة يعني سيقرؤون إليه. قرأوا الفاتحة وانتهوا من قراءة الفاتحة وإلى الآن ما جاء من؟ خليفة. خلاص انفرد المأمومين بركنه ولو إيه؟ قال قولي. واضح؟ واضح. أو مثلا والضالين آمين صلى الله عليه وسلم لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. خرج من الصلاة. المأمومين ظنوا أن الإمام إيه؟ ركع. كلهم ركعوا. انفردوا شكرا انفردوا بركن. عملوا ركن قبل أن يأتي من خليفة. قبل أن يأتي إماما لهم. خلاص. كل واحد بعدين يصلي لوحده. واضح؟ إذا لم ينفردوا المأموم بركن ولو كان هذا الركن قوي. فإن انفردوا بركن امتنع الخليفة في الجمعة. وفي غيرها بغير نية اقتداء. أو هذا في صلاة الجمعة خلاص امتنع. طيب في غير صلاة الجمعة تصح ولكن عليه من ينوون. فهمت؟ يعني ممكن أنا جزء من صلاتي خلاص نويت المفارقة. وبعدين وجدت هذا الإمام سألتحق به في بقية الصلاة يجوز. فهمت؟ واضح؟ وفي غيرها بغير نية اقتداء، أما إذا نولت النفع هذه في الحقيقة من العقبات، لذلك هذه مسألة الاستفهام أنا لم أضعها في كتاب الأهم في فقه طالب العلم. كتاب الأهم وضعنا أهم المسائل الموجودة في كتاب التقريرات. في أحد منكم اطلع علي؟ الأهم موجود في الغلاف هنا غلاف آخر الصف ظهر كله 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 أيوه هذا هذا كتاب الأهم هذا في الحقيقة هذا هذه مسائل لطلاب العلم إذا أردت أن تشاهدنا تدرس عوام تدرس المؤمنين كبير عليهم انظر كم كثير فإذا هذا كتاب الأهم نصف الكتاب هذا تقريبا تمام وفي كل المسائل المهمة ليس المسائل غير مهمة لا لم نضعها من بينها مسألة الاستخلاف مسألة خاصة لطلاب العلم طيب هل يجب للمأموم ان يسمع الخطبه كلها وكيف لمن فاتت الخطبه؟ هل يجب عليه الصلاه على ما ركعات لم يكفي ركعه واحده؟ هل يصح الجمعه؟ لا يجب لا نقول الخطبه الجمعه ليس عليها هذا ليس فيها قضاء وليس فيها كفاره صلاه الجمعه لو فاتتك عليك قضاءها ظهرا لكن خطبه الجمعه بس مجرد الوجوب يجب عليك ان تذهب الى الجمعه يجب عليك ان تستمع الخطبه يجب عليك فهمت؟ واضح؟ هل واضح هل يجب للمأموم ان يسمع الخطبه كلها؟ ايوه يجب. يجب عليك ان تذهب الى الجمعه، عليك ان تستمع، يحرم عليك ان تتكلم مع غيرك. واضح؟ طيب شخص نام، كان نام نعاس شديد. لا يخفى كان نوم عذر من اعذار الجمعه كلها. ليس فقط من الخطبه. شخص غلبه النوم سينام في البيت ويترك صلاه الجمعه، يجوز. غلبه نوم شديد، يجوز. فمن باب اولى لو انه هو الله يسمع ولا غلب الناس لكن المشكله لو كان هو من ضمن ايه؟ الأربعين كيف لمن فاتت عليه الخطبه؟ الذي فات عليه الخطبه اذا كان متعمد يحرم عليه وعليه نسب عليه ان يستغفر الله هل عليه كفار؟ هل عليه قضاء؟ لا هل يجب عليه صلاه اربع ركعات لم يكفي ركعه واحده مع الامام؟ لا ركعه واحده تكفي إذا أدرك مع الإمام ركعة واحدة تكفي فيقوم بعدين يعمل ماذا؟ الجمعة تدرك بركعتين واحدة هل يصح الجمعة لمن لم يسمع الخطبة؟ تصح الجمعة الذي لا يسمع الخطبة لكن يأثم إذا واحد شخص يتكلم مع صاحبك يحرم عليه كثير هذا من العوام ثم انت داخل صلاه الجمعه تجي يجلس يتكلم ما يجوز يحرم يجب الاستماع للخطبه من قال لصاحبه انصت فقد لغى ومن لغى هل يصح اذا خالف شخص امامه قبل ان يحرم اذا خالف شخص امامه قبل ان يحرم مع الامام كيف خالف؟ خالف الامام قبل ان يحرم الامام كيف؟ فهم هل يصح إذا خالف شخص إمامه قبل أن يحرم مع الإمام خالف ماذا؟ سؤال يمكن يفهم السؤال الله أعلم
غير مفهوم. حالة الاستخلاف أربعة، حالة ثالثة ورابعة، ما الفرق بينهما؟ قيل كلاهما لم يدرك رفع مع الإيمان. أيوة هذا قبل أن لا عند الحالة الرابعة أدرك ركعة الأخيرة. حالة ثالثة مش ما فهمت. ارجع. لذلك أنا كنت أنصحكم بالتحضير لأجل لا تستغربون عن شوفوا الله. حالة هذا بعد اقتدائكم. انظر متى؟ بعد ركوع الركعة الأولى ولو في اعتدالها. فأتت الركعة الأولى. انظر هذا أدرك ركوع الركعة الثانية وسجدتيها. هذا بعد ركوع الركعة الأولى وإلى الآن لم يدرك الركعة الثانية. وصار خليفة. هذا لا أدرك مع الإمام إيش؟ ركوع الركعة الثانية والاعتدال والسجدة الأولى والسجدة الثانية. هذا يعني هذا لا يحرم عليه. انظر لماذا يحرم على عدة التعليقات؟ لأنه سيفوت بذلك الجمعة على نفسه. إذا شافوا أن يدرك مع الإمام ركعة وهو العلاج لم يدرك ركعة. فهم؟ لم يدرك ركعة، هذاك لا أدرك ركعة. طيب خلاص ناخذ باب صلاة العيدين. خذ باب صلاة العيدين. ما هو سهل الآن باب صلاة العيد الكسوف والكسوف الاستسقاء هذا كله. طيب باب صلاة العيد هي صلاة عيد الفطر والأضحى، وصلاة عيد الأضحى أفضل من صلاة عيد الفطر. صلاة عيد ما معنى العيد؟ مأخوذ من العود. ما معنى العود؟ لأنه يعود كل سنة. ما معنى العيد؟ مأخوذ من أي كلمة؟ العود. سنعود إليكم. شعار الفلسطينيين العودة، والإسرائيليين يقولون لهم لا عودة. الفلسطينيين يريدون أن يرجعون إلى بلاد فلسطين، والإسرائيليين يقولون لا عودة. تمام؟ هذا معنى العودة، يعني العودة أنه يعود كل سنة. عندنا صلاة العيدين، صلاة العيدين انظر كيف في يوم الفرحة، سبحان الله الدين الإسلامي. في يوم الفرحة ليس غفلة، لا، صلاة. في يوم الفرحة والأنس والزينة وكذا توجد صلاة. يريد أن يخبرك أن الدين هذا هو أصلاً فيه فرحة. بعض الناس يظن أن الفرحة يعني معناها بدون دين. مع الدين ليس فرحة، قال هكذا. إذا صلاة العيدين، عيد الفطر وعيد الأضحى. عيد الفطر أي يوم؟ 1 شوال. عيد الأضحى أي يوم؟ 10 ذي الحجة. صلاة عيد الأضحى أفضل، لماذا؟ لقول لأنها ورودة في القرآن، في قوله تعالى: فصل لربك إنا أعطيناك ما هو الكوثر؟ قولين، قول أنه نهر في الجنة، قول الكوثر يعني الذرية الصالحة. تمام؟ لماذا؟ لأن سبب نزولها أن أحد المشركين قال رسول يعني عندما جاء رسول الله بعض الأولاد وماتوا فقالوا إن هذا محمد أبتر. ما معنى أبتر؟ يعني ليس له ذرية، ليس له، كلما جاء ولد مات. تمام؟ فقال له فأنزل الله سبحانه وتعالى ردا عليه: إنا أعطيناك الكوثر، يعني لك الذرية الصالحة. تمام؟ فصل لربك وانحر، إن شانئك، شانئك هو الذي يتكلم عليك يا محمد، أبتر، إن شانئك هو الذي لن تكون له ذرية، وأما أنت فإن الكوثر أعطيناك. لذلك ألف بعض العلماء كتاب حبيب علوي بن عبد الله الكاف موجود في التاريخ، كتاب اسمه أتدرون ما الكوثر؟ أتدرون ما هو الكوثر؟ تمام؟ فإذا هذا انظروا فهو شاهد: فصلي لربك وانحر. ما هي الصلاة التي تكون قبل النحر؟ قالوا صلاة العيد. إذا هذه تصلي يعني صلي صلاة العيد وانحر. وانحر الأضحية، وانحر يعني اذبح أضحيتك. تمام؟ طيب هل عيد الأضحى، طيب هل عيد الفطر مذكورة في القرآن؟ قال بعضهم لا، قال بعضهم نعم مذكورة في سورة الأعلى. ماذا قال الله؟ قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه. قد أفلح من تزكى، زكاة الفطر.
لأن زكاة الفطر تكون قبل الصلاة. وذكر اسم ربه، ذكر اسم ربه يعني كبر التكبير، فصلى صلاة عيد الفطر. إذن هذه مذكورة في القرآن، هذه مذكورة في القرآن، لكن هذه مذكورة يعني بوضوح زيادة. تمام؟ أيوه. حكمها صلاة العيدين، ما حكم صلاة العيد؟ سنة مؤكدة. قيل أنها فرض عين، وقيل أنها فرض كفاية. تمام؟ ما هي أفضل النوافل؟ أفضل صلوات النافلة بعد الفرائض صلاة العيد. أفضل من صلاة التراويح؟ نعم. أفضل من صلاة الوتر؟ نعم. أفضل من صلاة الضحى؟ نعم. أفضل من ركعتي الفجر؟ نعم. صلاة العيد أفضل النوافل، وقيل إنها فرض كفاية، وهي عند الإمام أبو حنيفة إيش؟ هجبوا على كل الوضوء. لا تقصير، تقصير من الإنسان اللي يفرض صلاة العيد. أتدرك صلاة العيد؟ فإن والله أنا كنت نائم، كم إذا سكت من يوم صلى؟ صلاة العيد لا تفوت. صلاة العيد يمكن قضاءها. هل يسمى قضاء صلاة العيد؟ نعم، نافلة مؤقتة يسمى قضاءها. إذا فاتت، ما هو وقتها؟ من طلوع الشمس. إلى من طلوع الشمس ولا إلى أن ترتفع من بعد ارتفاع قدر؟ لا، من طلوع الشمس. مجرد الطلوع يجوز أن يصلي صلاة العيد. إذا ليست كالضحى، لا، هي تدخل قبل الضحى. لكن سيأتي متى السنة؟ السنة أنك لا تؤخر، لا تصلي إلا بعد أن ترتفع قدر الربع. يعني تدخل وقتها من طلوع الشمس. والأفضل أنك لا تصلي إلا إذا دخل وقت صلاة الضحى، وهي بعد أن ترتفع قدر الربع. إذا من طلوع الشمس إلى الزوال. إلى الزوال، ما هو الزوال؟ ميل الشمس عن كبدس، يعني إذا دخل وقت صلاة الظهر. هذا هو من يوم عيد الفطر ومن يوم عيد الأضحى. عيد الفطر الأول من شوال، ومن يوم عيد الأضحى العاشر من شهر ذي الحجة. العاشر من شهر ذي الحجة قبله ما هو أي يوم؟ يوم عرفة. الأول من شوال قبله أي يوم؟ آخر يوم من رمضان. إذن آخر يوم من رمضان اليوم الذي بعده هذا يوم العيد. اليوم كان يوم عرفة ما شاء الله صمنا، اليوم الذي بعده هو يوم العيد. ما شاء الله تبارك الله. مواسم الخير، مواسم الضيافة الإلهية والخيرات والبركات تنزل على المسلمين. طيب، ما هي سننها؟ سنن صلاة العيد، انظر تأخيرها هي أن ترتفع قدر الربح. ما نصلي أول ما تطلع الشمس، لا، تقولهم انتظروا، ننتظر ثلث ساعة أو 16 دقيقة ترتفع قدر الربح بعد طلوع الشمس. إذا الشمس تطلع الساعة مثلا 7، إذا نصلي 7 و16 دقيقة. إذا تأخيرها إلى أن ترتفع قدر الربح. يسن فعلها في المسجد إن اتسع. إذا ما يتسع إذا نصلي في مصلى. تمام؟ نصلي في مصلى، وإلا في غيره في المصلى. طيب، شو كيف؟ من بين لو صلينا في المصلى قد يكون أفضل، لأنه أوسع المسجد. لا، ولأن صلاة العيد يأتونها أكثر من الناس الذين هم يأتون لصلاة الجمعة. طيب، صلاة العيد يأتون حتى أهل القرى وأهل يأتون خلاف صلاة الجمعة. صلاة الجمعة أهل القرى كل واحد يصلي في قريته، لأن المطلوب 40 واضح؟ طيب، الحليه هل يحضرون صلاة العيد؟ لا، ما يجوز أنها تصلي، لكن تحضر، تكون موجودة، تشهد الفرحة، تشهد اجتماع المسلمين. حتى لو كانت نساء حية، حتى لو كانت نساء، هكذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم. يسمون هذه صلاة العيد وليلة العيد، هذه يسمونها ليلة الجوائز. كأن في جائزة تقسم، الكل يحضر. الجائزة ايش؟ معنوية، الجائزة واضح؟ والغالب ان النام يعني السكينه تخرج اذا مع الفرحه. كلنا فرحانين، انت طعام انا فرحان، كلنا فرحانين. الحمد لله اكرمنا الله بمال باتمام صلاه باتمام صوم رمضان، وكلنا فرحانين، ما في احد شايل على احد او ضغينه او لا، خلاص اليوم يوم الفرح. لذلك تنزل النفحات، اذا القلوب صار بينها موده ورحمه خلاص. لكن اذا كان في تشاحن ما تنزل الرحمه، تشاحن، بغض، حسد، كيد، ما تنزل الرحمة. لكن لا، واضح؟ إذا صلاة العيد ويوم صلاة العيد هذا يوم مشهود، الناس كلهم إيه؟ يفرحون. والله رسول الله أمر الحية والعواتك أنهم يخرجون
لكن اذا لا الحاله يحرم على تدخل المسجد تجلس بجانب المسجد وهكذا. اذا وتقف الحجر لباب المسجد يسمعنا ليه الخطبه. اذا ماذا يستفيدون؟ سماع الخطبه. تمام. احياء ليلتهما بالعباده، ليله العيد، ليله عيد الفطر وليله عيد الاضحى بالعباده. وافضل شيء ماذا؟ بالتكبير. يكثرون بماذا؟ من التكبير. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: زينوا اعيادكم بالتكبير. هو عمل السلف انهم يعملون حلقات قران، يقرؤون يعني قران. تمام. وافضل شيء انك تصلي الفجر والعشاء جماعه. اقل الاحياء تصلي الفجر والعشاء جماعه. نعم. الغسل لصلاه العيد، متى يدخل الوقت الغسل؟ بمنتصف الليل. اوه، لماذا ليس من الفجر؟ لا، لان صلاه العيد بعد صلاه الفجر بساعه، لذلك في منتصف الليل، بخلاف صلاة الجمعة فإنها في الظهر، لذلك تدخل بالفجر، فهمتم؟ الفجر. متى صلاة الجمعة؟ الظهر، وقت الظهر، هنا صلاة الجمعة، أليس كذلك؟ الجمعة، أليس كذلك؟ لذلك هنا الغسل من هنا، غسل الجمعة، من هنا يبدأ. لكن صلاة العيد هنا بعد الفجر بساعة أو ساعتين العيد، فلذلك لا نقول أنه من الفجر يبدأ الغسل، لا، من منتصف الليل. واضح؟ وصل إليه؟ إليه؟ من منتصف الليل، في وقت لكي يغتسل. لم نقول من هنا، من بعد طول الفجر. أيوه. التطيب والتزين. من الذي يتطيب ويتزين؟ الذي يصلي العيد؟ لا، كل الناس. حتى لو عندي اولاد صغار، عندي ولد صغير نونو عمره شهر شهرين، سنني اغسله. هذا اليوم يوم الغسل لاجل اليوم، وكلنا مؤمنين في هذا اليوم. بخلاف صلاه الجمعه يكون الغسل للذي يريد ان يصلي. اذا القاعد الذي لا يريد ان يصلي سيجلس في بيته، يصلي ان يغتسل، والخارج الذي يريد ان يصلي، والكبار، واحد شخص كبير مقعد. وقعد يسن ان يغتسل يوم العيد، والصغار، وسواء المصلي منهم وغيره. واضح؟ ويسن خروج العجوز حتى العجوز تخرج، وغير ذوات الهيئه من النساء. امراه ذات هيئه من يعني مثلا ذات جمال، ولو خرجت سيكون فيه يعني ايش؟ ناس ينظرون اليها. واضح؟ فهذا لا تخرج. انظر. وغير ذوات الهيئة من النساء بثياب بليلها. المرأة تخرج بثياب البيت العادي وتلبس عباءة، تمام؟ أو بدون عباءة ولكن بثياب عادية، ليس فستان أفراح وألوان وبعضهم ما شاء الله هكذا يظهر حجم المرأة. ما هذا؟ أنت أخرجي لأجل تنالين الرحمة، لا تخرجي لكي تنالين النعلة. أخرجي لكي الله يرحمك، لا تخرجي لكي الله يلعنك، انتبهي. فهمت؟ إذا يسن خروج العجوز وغير ذوات الهيئة من النساء بثياب بليلة. إذا خرجت بثوب ببنطلون جينز ما شاء الله هذا كله بائن. مشكلة. لا، تخرج بشكل لا يلفت. لا يلفت، فهمتوا؟ أما الشابة وذوات الهيئة فيكره لهن حضور العيدين إلا إذا كانت متسترة، يعني كان الأول ما يتسترن، ما يعني ما في الآن ما شاء الله توجد عباءة كل اسمها، يعني خلاص ما لا يعرف ما مدى جمالها، ما مدى كذا. تمام؟ أيوه. وعلى المرأة أن تتقي الله، يعني تعرف أنه هذا اللباس لا يثير أحد. أما إذا كانت هذا اللباس الذي يذبح عليها تغيره. بعض النساء يخرجن إلى المسجد كأنهن سيخرجن إلى حفلة زفاف، لا مشكلة. الأفضل أن تجلس في البيت. انظر ذوات الهيئة والشابة وذوات الهيئة يكره لهن حضور العيدين، كما قلنا إلا إذا كانت متسترة تسترا كاملا. صلاتهن في بيوتهن أفضل. ذوات الهيئة والشابة التي هي الملفتة. نعم. امرأة صالحة
شابة تريد أن تخرج، تريد الأجر، تريد أن تنال ما ينال المسلمون من الخير، خلاص اخرجي، لكن عليك أن تتستري تسترا كاملا. إنه كذلك الرجال سيكونون في زينتهم، الشباب والرجال سيكونون في زينتهم، لأن هذا يوم العيد الكل يتزين. فلذلك عليها أن تتقي الله، يعني تخرج بالشيء الذي يرضي الله سبحانه وتعالى. هي تخاف من الفتنة، تخاف من كذا، لا ليس عندها شيء يسترها، خلاص اجلسي في البيت، اجلسي. كما قلنا هذا يسمونه يعني يوم الجوائز أو ليلة الجوائز، توزع جوائز صوم رمضان ليلة العيد وفي صلاة العيد، تمام؟ فلذلك الإنسان يحرص. طيب نكملهم خلاص، المكور لغير الإمام يسبب التبكير، لكن الإمام ما يسبب له تبكير. لماذا؟ الإمام فقط يأتي مباشرة إلى الصلاة. أوه صلاة العيد، الخطبة أولا أم الصلاة؟ الصلاة أولا أم الخطبة؟ ما هي أولا؟ إذا جئت مباشرة إلى الصلاة الإمام لا يبكر. المشي إليها ذهابا والرجوع بطريق آخر. انظروا هنا المسجد، هنا المسجد، هذا بيتي، عندي طريقين، هنا طريق وهنا طريق، هذا قريب هذا بعيد. الذهاب أذهب من الطريق البعيد، لماذا؟ لأن أجر الذهاب أعظم من أجر الإياب العودة، الذهاب والعودة. فإذا رجعت لا أرجع بنفس الجبل، أرجع من طريق آخر. لماذا؟ قال لكل من تراه في الطريق كل عام وأنتم بخير، عيدكم مبارك، تمام؟ لأن هذا الطريق سيشهد وهذا الطريق سيشهد لك، تمام؟ وإذا أنت كنت عالم أو طالب علم، الناس سيسألونك ما حكم زكاة الفطر؟ ما حكم هذه المسألة؟ هل يسن كذا؟ متى تفوت زكاة الفطر؟ فتذهب من هنا وترجع من طريق آخر. إذا في حكمة لأنك تذهب من طريقين، والأفضل الطريق الذهاب يكون أطول من طريق الإياب، والأفضل أن يكون مشيا لكي يكون أجرا. الله سبحانه وتعالى قالوا يعني خلقنا لكي نربح عليه، لن يربح علينا، هو مستغنى عنه. الله يحب من عبده أنه يتحايل الحيلة التي ترضيه. أنا أريد أجرا. طيب سأخذ مننا، لماذا أريد أجرا؟ الله يحب هذا الشيء. لا نقول لا الله لن يعطيك أجر زيادة لأنه هذا قريب، أنت ذهبت من البعيد. لا نقول هكذا. الله يحب عبده أن يكتسب منه. أيوة إذا المشي إليها ذهابا والرجوع بطريق آخر، لماذا؟ لأن أجر الذهاب أعظم. يندم تطويله ليكثر الأجر بكثرة الخطى، وليستفتى إن كان من أهل العلم، ولكي يتصدق معكم قليل، صدق على الخطى هنا، في العودة تأتي بطريق آخر لكي تتصدق على غيرهم من الفقراء، ويتصدق وليشهد له الطريقان، هذا سيشهد له وهذا سيشهد له، فهمتم؟ واضح؟ تعجيل صلاة عيد النحر في أول وقتها لكي يتسع وقت صلاة وقت الأضحية. انظر هذا الفجر، هنا طلوع عليه الشمس، هنا ارتفاع قدر عليه قدر الرمح. صلاة عيد الفطر، صلاة عيد إيه؟ الأضحى. متى أصلي هذه ومتى أصلي هذه؟ انظر صلاة عيد الفطر قبل الصلاة كنت ماذا؟ إخراج إيش؟ صدقة إيه الفطر؟ صدقة الفطر، زكاة الفطر، ليس كذلك؟ فلذلك صلاة عيد الأضحى الفطر الأفضل أنك تؤخرها قليل. من هنا تدخل الصلاة، دخول الوقت، دخول الوقت للصلاة من هنا، لكن لا تصلي هنا، لا تأخر إلى ارتفاع قدر الريح، تمام؟ طيب لو سأخرها زيادة الأفضل قدر ربحين، يعني انظروا ها 16 دقيقة و16 دقيقة، كم؟ 32 يعني نصف ساعة. إذا الأفضل صلاة عيد الفطر أن تكون بعد طلوع الشمس بنصف ساعة، فهمتم؟ هنا الصلاة، صلاة ايش؟ عيد ليه الفطر، لماذا؟ لأن هذا الوقت وقت إخراج زكاة ليه؟ الفطر. أفضل وقت لإخراج زكاة الفطر هو قبل الصلاة.
لذلك نحن نؤخر الصلاة لأجل الذي لم يتمكن من إخراجها يخرجها. فهمتم؟ الأفضل أن تخرجها في أيام رمضان احتياطاً، وآخر أيام رمضان أو العشر الأواخر، حتى من أول رمضان يجوز إخراج زكاة الفطر، لكن لا تجب إلا بغروب شمس آخر يوم من رمضان. فهم؟ وقت أفضل وقت هو قبل بعد الفجر إلى طلوع إلى صلاة العيد. فلذلك كلما أخذت كلما طال هذا. ما هو أفضل وقت؟ الوقت الفضيلة لزكاة الفطر هذا أفضل وقت من الفجر إلى صلاة العيد تؤخرها. طيب صلاة العيد الأضحى لا، انظروها، يدخل الوقت من طلوع الشمس، من طلوع ليه؟ الشمس. يدخل الوقت من طلوع ليه؟ الشمس. لا يسن أن تأخر قدر الرمحين، لأن بعد الصلاة بعد الصلاة ماذا سيدخل؟ الصلاة ماذا سيدخل؟ الأضحية. بكر لأجل الناس يديهم أن يضحوا، ومن هذا يكون بعدين غدا يتغدون منهم يأكلون منهم يكون فطور. تمام؟ فإذا عيد الأضحى الأفضل أن يقدم الصلاة عشان بعدها وقت أضحية لكي يتسع وقت الأضحية. عيد الفطر الصلاة مؤخرها لكي يتسع وقت زكاة الفطر. انظروا انظروا تعجيل صلاة عيد النحر في أول وقتها. ما هو أول وقت؟ طلوع ليه؟ الشمس. من هنا، هنا إذا الصلاة عيد ليه؟ عيد الأضحى. هنا الصلاة تكون الصلاة بعد طلوع الشمس عشان يكون وقت الأضحية طويل لكي يتسع وقت الأضحية. صلاة عيد الفطر تأخير صلاة عيد الفطر وأخرها إلى ارتفاع الشمس قدر إيه؟ الرمحين، لكي يتسع وقت إخراج الفطرة قبل الصلاة. واضح؟ قال الرمحين عند تقريبا 32 دقيقة أو 32 دقيقة من طلوع الشمس. فهمتم؟ طيب. الفطر قبل صلاة عيد الفطر، الإمساك في عيد الأضحى. سنة انظروها. هذا أدى للفجر صلاة عيد الأضحى، سنة هنا الإفطار بعد الصلاة. الفطر. انظر الفطر قبل صلاة العيد. بعد ما أصلي الفجر قبل أن أصلي العيد يسنى أن آكل. انظر أنت 30 يوم في رمضان. 30 يوم في رمضان إذا أدى الفجر هل تأكل؟ في رمضان هل تأكل بعد صلاة الفجر؟ كنت صائم. جاء يوم العيد تخالف ال 30 يوم الذي كنت فيها. فلكي تبين أن هذا اليوم يختلف عن اليوم الذي قبله. أنت الآن في عيد. فيسنى الفطر بعد صلاة الفجر في يوم العيد. أنت 30 يوم مرت كنت بعد صلاة الفجر لا تأكل شيئا لأنه في رمضان. واضح؟ الفطر قبل صلاة الفطر. قبل الفطر قبل صلاة العيد. عيد الفطر. الأفضل أن يكون بتمر وتر. لماذا؟ لكي يمتاز يوم العيد عما قبله بالمبادرة إلى الأكل. الأيام التي قبلها أنت كنت يحرم عليك أنك تأكل لأنك كنت إيه؟ صائم. أيوه. انظر الإمساك من طلوع الفجر في عيد الأضحى. يسن الإمساك عيد الأضحى. انظروها أين بقية الأقلام؟ عيد الأضحى سيؤذن الفجر ما قبل عيد الأضحى أيام عادية عرفة وغيره، ليس الصوم غير واجب. الفجر هل آخر شيء؟ لا. إمساك إلى متى؟ إلى الأضحية. يعني أصلي الفجر وبعدين أصلي العيد ولا أقل بينهما شيء. أذبح الأضحية بعدين شيء من الأضحية كبد كلية أي شيء خليه أكله. تأكل من أضحيتك. فين؟ هذا السنة يعني. هذا الناس لا يسبقون الآن على الأكل. الإمساك من طلوع الفجر في عيد الأضحى حتى يفرغ من صلاة العيد ويتحر ويأكل من رسول الله أفطر. أول شيء أكله في يوم العيد كان من الأضحية التي هو ذبحها. هذا الأضحية ترى فيها بركة، حتى يقولون مثلا يقولون الذي لسانه يتلعثم يأكل لسان الأضحية. هذا اكتب هذه الفائدة عندك. الذي يتلعثم لسانه يجد أن لسانه ليس تتردد في الكلام يتردد. فهمت كيف؟ ولد صغير تأخر في النطق. ولد صغير تأخر في ماذا؟ في النطق. ما هو علاجه؟ لسان الأضحية.
لسان الحيوان هذا. طيب فهمتم؟ واضح؟ إذا الإمساك، انظر ماذا قال في الزواج؟ وسن من قبل صلاة الفطر. صلاة الفطر ما هي صلاة عيد الفطر؟ ماذا يسن؟ فطر. فطر. أما في النحر فهذا الإمساك حتى النحر، حتى يقع الفطر ينبت. أيوة. كيفية صلاتها؟ يعتكفون. كيف نصلي صلاة عيد؟ انظر شو كيف؟ صلاة العيد كثيرة، كثير من الناس كل سنة يصلي صلاة العيد. الله أكبر، عنده الناس يظنون أن السنة بس المسجدي بس. السنة كثيرة. أنا يقول سؤال، الصلاة المسنة يجوز علينا نقضيها؟ هذا الكتاب، أنا هذه المسألة جاوبت عليها أكثر من مرة. شوف انظر إلى لكي يعيدك يعيدك إلى الجواب بالنص لكي لا تنسى. صفحة 287، 207 صفحة 287 رقم 5، رقم 5 ما هو مكتوب؟ قضاء النافلة. ما هي النافلة التي تقضى؟ انظر، تسمى قضاء النافلة عن الصلاة المسنونة، هل تقضى ولا ما تقضى؟ سؤال، قلنا لك هل هي نافلة مؤقتة؟ العيد هل هي نافلة مؤقتة أم ذات سبب؟ مؤقتة في يوم معين، يوم العيد في وقت معين من الصباح إلى الظهر، هذه يسنى تقضيها الآن. هل يسنى تقضيها؟ نعم. طيب في الليل يسنى تقضيها؟ نعم. في أي وقت تقضيها؟ حتى بعد صلاة الفجر وبعد صلاة العصر. صلاة العيد تقضى في أي وقت، أي نافلة مؤقتة تقضى. فإذا عليك أن تعرف ما هي النافلة المؤقتة، ما هي النافلة ذات السبب. طيب بعد سؤال آخر، ما هي الصلوات المسنونة التي تندرج بغيرها؟ وما هي النوافل التي لا تندرج؟ قاعدة، النوافل التي تندرج في غيرها النوافل ذات السبب، تندرج في غيرها. وما هي النوافل التي لا تندرج في غيرها؟ النوافل المؤقتة لا تندرج في غيرها. واضح؟ هل تجد صورة الجمعة تستمر حتى دخول العصر؟ أيوة ممكن، كما أخذنا نحن. لو شخص ما أدى صلاة الجمعة حتى أذن العصر، يلا ما هو الحكم؟ ها؟ آه. صلى الجمعة ومدها حتى أذن العصر، ما هو الحكم؟ لا نقول بطلت، نقول يجب عليه إكمالها. المعنى الجمعة بطلت، الجمعة هي نفسها ما تصح. فاتحة بالقبول، تراقب الشهود، صلاة رزقنا همة عالية في كل خير، همة عالية في طلب العلم والدعوة إلى الله تجري في نهاية شريعة سيد المرسلين. رزقنا إن شاء الله العمل بالعلم، ويجعل هذا العلم حجة لنا حجة علينا، يرزقنا نور العلم وسر العلم وبركة العلم، ويقبل بقلوبنا عليه يا الله يا الله، ويجعلنا إن شاء الله من أقرب عباد الله إلى الله سبحانه وتعالى، ويكرمنا بعناية كاملة ورعاية خاصة بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم من أسلام الصالحين، ويكرمنا باتصال ووصال بحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم دائما وأبدا، ويجعلنا قرة عين له، وأن الله سبحانه وتعالى ينشر علمنا في مشارق الأرض ومغاربها مع كمال النفع والانتفاع والصدق والإخلاص والمتابعة لحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم، ويبلغنا حج بيت الله الحرام في كل سنة وزيارة النبي صلى الله عليه وسلم، ويسهل لنا كل أمر يسير، يردنا إلى أهلنا ولأوطاننا سالمين غانمين فرحين مستشفين مطمئنين، يسهل لنا أسباب ذلك على هذه النية، كن يا صالح جامع الخيرات الدنيا والآخرة بالسر الفاتحة.